بعد رفيقه. امين. اللهم طيب ثراه ووسع مدخله يا رب العالمين. امين. اللهم عذابي. امين. اللهم ربنا بفضلك ورحمتك ابدل هدى. امين. امين. اللهم يا رب ابدل سيئاته حسنات. باسمي وباسم جميع أعضاء من الشعب الولائي نيابة عن سكان ولاية مسيلة نعزي الفقيد المرحوم بهذا المصاب الجلل رحمة الله عليه. المرحوم قدم كثير للثورة الجزائرية رحمة الله عليه والسلام عليكم. وفي هذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا الخالصة للأهل الفقيد والأسرة أسرة الثورية على مستوى ولاية مسيلة ومستوى الوطن إن شاء الله. تم دفن المجاهد الكبير اللي فقدته ولاية مسيلة والوطن كامل، كان من المجاهدين الأكبر رحمة الله عليه، وتعازينا الخالصة لفائدة المجاهد الكبير المجاهد عباس المدني رحمة الله عليه. هو بطل ويقول جندي قديم من 56 وهو في جيش التحرير ل 62، ومعائلة مجاهدة هو وخوه، خوه توفى في 56 في الشعيبة، وهو هاو عاش حتى لليوم ووفاته المنية في رمضان. ندعو له بالرحمة والمغفرة. هو من 56، أنا على بالي حكالي سمعت، هو من بلدية مدكان وكان في الولاية الساتة، قدم خدم، سمعت خدم، ربي يرحمه.